شخصيات عشنا معاها في مسلسل حبيناه من الموسم الأول إلى الموسم العاشر من باب الحارة. بلا ما خليوني يشحطوك بالحارة شحط. ولهذا السبب زهرة الخليج كانت موجودة معاهم في التصوير في أحدث موسم. أهلا وسهلا بزهرة الخليج وبتلفزيون أبو ظبي بجمهوره وبحضوره. شفتي موقعه؟ لو كمان جابي معه شقفة قماش يكون مطلع على موقفتي. والظاهر بأن هذه القصة الشامية عندها شيء جديد، ولكن هالمرة من حارة جديدة. الحارة التي كانت حارة الضبع قصفت كما رأينا بالجزء العاشر، ونزحوا أهل حارة الضبع إلى حارة صاحية. فهنا الحارة تختلف، الشخوص يختلفون، عودة بعض الشخصيات الأساسية اللي كانت موجودة في الأجزاء السابقة إلى هذا الجزء. أوكي علم، والأكيد بأن كل التغييرات بيخبرنا عنها المخرج محمد زهير رجب. أهلين مرمزي، بالمؤهل تقبريني هذا واحد. بالنسبة للجزء 11 من باب الحارة، تتطور الأحداث في سبيل المزيد من الأكشن، الكوميديا، الدراما الإنسانية أكثر، وإن كان على صعيد الخطوط الجديدة التي يقودها عدد من نجوم الدراما السورية الذين يدخلون إلى هذا العمل لأول مرة. يا أهلا وسهلا أبو عزام. أنا صراحة أول مرة بشتغل بباب الحارة، شخصيتي شخصية أمي، هي واحدة من النساء اللي طاقتهم إيجابية مثل ما بنحكي. إضافة إلى النيو ستارز، في شخصيات حبيناها من الموسم الأول بعدها موجودة مثل أم زكي. ما شاء الله حولي تطورت كتير، يوه تجوزت بس على ضرة. مزبوط هالكلام خالتي أم زكي؟ إيه مزبوط، شوفي وأنا موافقة. ضرتي كمان عندها بنت وبصير بيناتنا مشاكل ونتآذى، ولي علي إن شاء الله. بس جوزي معي واللي جوزة معها وتدير الدنيا بصبح. من الشخصيات اللي تعودنا عليها بوران، تتوقعون مكملة؟ بوران راكور من الجزء الأول لجزء 11 ولا جزء غبت عنه. يا خوفي تكتر علينا الحكاية بهالحارة، ساعتها وين بدنا نودي وشنا؟ أنا عملت هاي الشخصية حريص عليها وبغار عليها، فمشان هيك أنا ما بتخيل إنه حدا تاني بيعمل بوران. وسلمى المصري اللي تغيب وترجع. طالما باب الحارة مفتوح نحن موجودين فيه. الكثير من الممثلين تجمعوا، ولكن كل واحد له دور مختلف. أنا عم بلعب شخصية المختار، مختار حارة الصالحية. سبق لعبت هاي الشخصية بالجزء العاشر ومستمرة بالجزء 11. حارة ضايجة ولسه التحقيق ما خلص. هلا بالجزء 11 تتطور الشخصية، يتصاعد الخلاف بيني وبين بنان. طول بالك ولا حتى طول بالك، توصل لكثير أحداث مهمة أنا ما فيني أكشف عنها، أترك المشاهدين يشوفوها إن شاء الله. الكل متعاون إلا جلال شموط اللي سجل اعتراض. أحكي لك عن دوري؟ ما راح أحكي عن دوري، كل العالم تعرف أنا ما بحكي عن دوري. العالم بكرة بتشوف العمل وبتشوف الدور. التصوير ماشي بكل سلاسة، ولكن هذا ما يمنع أن يصير شوية تنشن بين الممثلين. أنا الشيء اللي بضايقني عدم الالتزام، يعني أنت بتكوني ملتزمة بعمل، في ناس بتحسي منهم مثلا ملتزمين بأوقات التصوير صح، وعندهم ارتباطات تانية. لا تزعلي ولا تنقهري توبرين، يعني نحن كجيل نحن كتير بهمنا قديش ساعة لازم نكون وبالضبط على موعدنا نكون. لما بيجي ممثل مثلا بيستهتر بالوقت بدون اعتذار، هذا ما بيستفزني بس بيخليني هستر يعني. بس لأمتى بدي أصبر يا أم زكي؟ يمكن هذه المشاكل البسيطة موجودة في التصوير. يلا على بيتنا، يلا يلا. ولكن الأهم بأن التصوير انتهى من باب الحارة اللي راح نشوفه قريبا في رمضان. عجبك عجبك، ما عجبك انتي تصطفلي. بس لحظة، بما أن الممثلين خلصوا من التصوير، خلونا نسمع عن النيو بروجكت. أنا صورت 3 مسلسلات، شارع شيكاغو، أولاد سلطان، وهي باب الحارة. حاجة بكفوا هدول لرمضان، والله بكفوا. لك أنا رح أطق رح أطق. هلأ هون في عندي باب الحارة، وعندي مسلسل مع عمار تميم اسمه رد قلبي، عم نصوره باللادية. Good luck ويعطيكم العافية. إن شاء الله دائما هيك نكون عند حسن ظنكم بالأعمال الحلوة والمميزة. تحية لكل جمهور الخليج، ومن قلبي بحبكم والله العظيم، تقبشوا قلبي، لك الله معكم.